اتنين، هل شاركت إسرائيل في إفشال الانقلاب في تركيا؟ في تقارير صحفية إن أمريكا وتركيا ساعدوا أردوغان في إفشال الانقلاب. مبدئيا الأمريكان موجودين في تركيا كقوات وكطيران في 4 قواعد جوية موجودة في تركيا، فيها طيران عسكري أمريكي وطيارين أمريكان وخبراء عسكريين أمريكان. يعني أمريكا مش محتاجة تبعت قوات إلى تركيا، أمريكا موجودة في تركيا عسكريا بحكم أن تركيا عضو في حلف شمال أطلسي، حلف الناتو. إسرائيل قبل التطبيع كان لها علاقات قوية جدا بتركيا، تراجعت شوية، لكن هذا التراجع لم يؤثر على التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين. بعد التطبيع رجع تاني في الأيام اللي فاتت مستوى التعاون العسكري والمخابراتي مستوى عالي جدا، وفي خبراء عسكريين إسرائيليين موجودين في تركيا وخبراء عسكريين أتراك موجودين في إسرائيل، وفي معدات عسكرية إسرائيلية موجودة في تركيا ومعدات عسكرية تركية موجودة في إسرائيل. إذن المؤكد أن في خبراء عسكريين إسرائيليين موجودين بحكم التعاون العسكري بين البلدين موجودين في تركيا، في قواعد جوية الجيش الأمريكي موجود فيها، في طيران أمريكي موجود. في تقارير بتقول أن الأمريكان ومعهم الإسرائيليين هم اللي حموا رجب طيب أردوغان وقدروا يطلعوه من المكان اللي كان موجود فيه لغاية ما وصل في حماية المقاتلات F-16 الأمريكية مش التركية، لغاية ما وصل إلى مطار إسطنبول ودخل إسطنبول. إذن هذه التقارير بتشير إلى أنه هذا الانقلاب كان متجه فعلا لأنقرة وحاصر أنقرة بشكل جيد، وصل لقصر الرئاسة وكان ممكن فعلا يلقي القبض على أردوغان، إلا أن الأمريكان والإسرائيليين ساعدوا في إنقاذ نظام رجب طيب أردوغان من أنه يسقط على يد الانقلاب. ده تحليل شائع في الصحافة الغربية الآن، وإن كانت لا توجد أدلة يقينية على هذا التحليل.